أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. They said, قالوا ادع لنا ربك, is the same like the previous ayah. Call upon your Lord for us. ادع ربك لنا. To make plain, يبين لنا, to us. What it is, ما هي, هي ايه, what it is. إن verily, أكيد, البقرة تشابه علينا. Verily, for, to us, بالنسبة لنا, all cows are alike. البقر كله شبه بعضه. Alike يعني متشابه. And surely, أكيد, if Allah wills, إن شاء الله, we will be guided. نحن سوف نهدى. لمهتدون. So the whole ayah is, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. They said, call upon your Lord for us to make plain to us what it is. Verily to us all cows are alike. And surely if Allah wills, we will be guided. May Allah make us of those who are guided. هدانا الله وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.